ألو، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة ايوه الله السلام وبركاته. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شنو السؤال؟ السؤال: لماذا الله عز وجل لم ينفذ الوعيد؟ يعني إن لم تتب عائشة فلماذا الله عز وجل لم ينفذ التهديد والوعيد الذي في سورة التحريم؟ إذن عائشة تابت رضي الله عنها وأرضاها. زين، هو شنو التهديد؟ يعني رب العالمين هددها بشنو؟ إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. قالوا أن هذا تهديد ووعيد. الشيعة قالوا أن هذا تهديد ووعيد للسيدة عائشة وأنها لم تتب. زين، شنو معنى ان الله مولاه، وان الله هو مولاه وجبريل والملائكة وصالح عادي، المؤمنين؟ شنو مساندة معنى هذا؟ مساندة، أي أن الله عز وجل ناصر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وين التهديد بهاي الآية؟ أنتوا اللي قلتوا وأنا اللي قلت. أنتوا اللي قلتوا. لا، هو التهديد أي شخص يؤذي الرسول أكيد رب العالمين راح يعذبه يوم القيامة. لا، مش أي شخص، إحنا ممكن بنتكلم في يعني ما الآية. راح يعذبهم بالدنيا. إحنا بنتكلم في الآية. قلتم أن الآية اثبتوا لنا أنها تابت، فأنا أقول عدم تنفيذ التهديد الذي قلتم عليه هو توبة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. مو معناته عدم تنفيذ التهديد، هو اصلا ماكو تهديد يعني على ارض الواقع، ما مددها مثلا رب العالمين، ما قال اني راح اشيلها او راح اعذبها بالدنيا، طب ما هددوا هذا الشيء امال على في مدينه مثل المواقع، التهديد. معلش يعني في المواقع كلها تهديد ووعيد، وان الله عز وجل ومعه ايضا كمان صالح المؤمنين يعني علي بن ابي طالب، فكيف لهذا التهديد والوعيد؟ وتكون عائشة عملت فعل صغير ايه يعني؟ طيب افهم. هسه خلينا نتفق على شيء انا وياك. اول شيء، انت توبى الى الله فقد صغت قلوبكما، هاي الايه بمن نزلت؟ نزلت في السيدة عائشة وحفصة. زين، انطيني انت ايه تقول انهم تابن. هقول لك أنا، مكوث النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية مع السيدة عائشة والسيدة حفصة يدل على أنهما تابتا. لا، ليش قبل شوية المتصل اللي اتصل بك انت تقول له اريد دليل من القرآن، وانت قاعد تستنتج، وهو قبل شوية هم استنتج، ليش ما قبلت استنتاجه؟ انت سام قاعد تستنتج. هقول لك أنا، هديك دليل من القرآن. بسيطة أهي، هديك طيب دليل من دليل. القرآن. لو أن النبي، لو أن عائشة وحفصة لم يتوبوا، ما حكمهم؟ هذا الحكم عند الله، مش مدري احنا ما في الحكم. حاجة اسمها الحكم عند الله. الله عز وجل أمرك بالتوبة لا، الحكم فلم تتوب. الله عز وجل، أنت فعلت فعلا والله عز وجل أمرك بالتوبة فأنت لم تتب، يبقى حكمك إيه؟ ايه خلاص، يعذبك يوم القيامة، هذا يا حكمه. باشا مفيش حاجة اسمها يحاسبك يوم القيامة. مفيش حاجة اسمها ماشي، ما يحاسبك يوم اعرف شو الحكم. القيامة. يلا انت قل لي. يوم القيامة دي ماشي ماشي فبركة منكم ماشي، أنتوا، انت قل لي شو يعني يوم الحكم. القيامة دي فبركة منكم أنتوا. تمام، تعالي غلطان، يلا انت قل تمام. لي الله شنو عز الحكم. وجل، الله عز وجل تمام، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد بلغ الأمة الإسلامية، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. امرأة ليست بتائبة، هل النبي صلى الله عليه وسلم يجلس معها؟ أقول لك حبيبي، هاي الآية شنو علاقتها بالموضوع؟ أنت تقول النبي بلغ الناس، يعني هذا حكم عام للناس، يا الناس أليس مجبورين النبي أنهم صلى الله عليه وسلم هو اسمعني أبو اسمعني، المؤمنين؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الناس شيء ويعمل بخلافه؟ يعني تكليف النبي مثل تكليف باقي المسلمين؟ واحدة واحدة برأيك أنت؟ واحدة واحدة. أيوة، ده أنت، طب أنت بتديني أدلة، يعني أنت كده معايا تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم ليس كتكذيب الآخر، تمام؟ إذا تكذيب النبي تكذيب صلى شنو؟ لا، مو تكذيب، مو ها؟ تكذيب، قلت لك تكليف، تكليف النبي، تكليف النبي، تكليفه أي تكليفه. آية فيها المؤمنين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو أبو المؤمنين. إن لم يأتي حكم لا، مو خاص نفس الشيء. ومعروف في الآية أنه حكم خاص. أليس الله عز هو وجل انت هو مش من مدري قال كلامها بها. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ ما لها علاقة هاي بالموضوع، هي هاي كل الآية ما حاجة لها علاقة طب بالموضوع. جميل، بص أنا هريحك، ما لها علاقة. هريحك هريحك والله العظيم، أنا دايما بحب أريح. تمام. الله حبيبي أنا مع ماشي، رأيك. واحدة 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 بس أشنف، واحدة واحدة. الله عز وجل أمرك بأمر وأنت ما نفذتش الأمر ده، هل عليك حكم شرعي ولا ما عليك حكم شرعي؟
عليه حكم شرعي أكيد. جميل، من الذي ينفذ عليك الحكم الشرعي؟ الحاكم الشرعي. من الحاكم آنذاك بعد النبي. نزول الآيات؟ زين تمام، بس أنت حكيت، خلينا نحكي. لا لا لا، ممكن؟ خلينا متسلسلين، ما تجيش عند النقطة دي وتقف. من الحاكم الشرعي عندما نزلت هذه الآية؟ النبي. ماذا فعل مع النبي. عائشة؟ ما فعل شيء مع عائشة. طيب جميل قوي، المفروض هو يعمل ايه مع عائشة؟ هسه خلينا نجاوب، هسه خلينا المفروض، معلش خلينا نجاوب، المفروض يعمل ايه مع عائشة؟ المفروض يعمل ايه مع عائشة وما عملوش؟ انت تاخذ من المفروض يعمل الجواب ايه مع عائشة وما ممكن. عملوش؟ سؤال بس، المفروض يعمل ايه مع عائشة وما عملوش؟ انا اعلم النبي المفروض يعمل ايه؟ انا اعلم النبي تريد مش انت اللي يعني لسه بتقول يعني ان هي عليها حكم شرعي، عليها حكم شرعي، اسمح لي وان حبيبي. المفروض الحاكم يتخذ امرا في هذا الحكم الشرعي. تمام، هاي الحاكم يتخذ حكم شرعي بالشيء اللي انت جهرا انت قاعد تسوي، مثلا واحد يسرق جهرا هذا حكم شرعي، لكن اذا اني منافق بداخلي تمام، يعني مثلا الايه ولا تمسكوا بعصام الكوافر، يا كوافر اللي ما يمسك بعصام، انت هاي الايه تحتج بها الكوافر اللي يعلنون كفرهم، مو اللي كفرهم بداخلهم، اللي كفره بداخله هذا ما تقدر انت تقيم عليه حد، ولا تقدر انت تحارب، ولا تقدر انت تسوي له اي صح. شيء، هذا يظهر لك الايمان لكن هو بداخله كفر صح. فنفس الشيء يعني هاي تنطبق على هذا. اول مره لا شيء يقنعني يعني، اذا اول مره بصراحه يعني شلون؟ بصراحه اول مره لا شيء يقنعني، بس انت تعرف اقنعتني بايه؟ والله ما يهمني اقنعك، اقنعتني اقول لك يعني انا اقنعتني اقنعتني بشيء ان انت حافظه مش فاهمه، حافظه مش فاهمه، هقول لك ليه. تمام، سيبك من تبريرات ياسر وسيبك من تبريرات فلان وبتاع، خلي عقلك معايا. والله يا عم لا تبريرات ياسر، خلي عقلك عقل معايا. انت تبريرات تقول ياسر ولا تبريرات، انت تقول ان الحكم لا يقع الا عند ايه؟ ظهور النفاق، صح؟ اكيد. جميل أوي، يعني أنا مش هعرف أعمل حكم إلا لما يظهر لي المنافق ده، وإلا لو هو دايماً مخبي في قلبه، لو هو مخبي في قلبه يبقى أنا حكمه إزاي؟ ما مخبي في قلبه، أعرف منين إن هو منافق، صح؟ أعتقد أنت عنوان الحلقة المفروض تغيره، إنه يا أستاذ سيبك من عنوان الحلقة دلوقتي، سيبك من، أنا بتكلم الحكم. سيبك من عنوان الحلقة دلوقتي يا أستاذ، سبحان حرام الله حرام يعني. الشيعي كياف كيف عنده الهروب يا استاذ؟ انا بناقش دلوقتي فكرتك لا انت. كمل كمل يلا يلا، ايوه خلينا نكمل. انت والله تقول، انت تقول ما ينفع تنفيذ الحكم قبل ظهور البينه، يعني نعرف الاول ان هو منافق وبعد كده نعامله على انه منافق، صح؟ لكن أكيد. انا ما اقدرش اعامل حد ولا اخد عليه حكم وهو اصلا من الظاهر ان هو منافق، صحيح الكلام ده؟ صحيح. جميل أوي. طيب لما نزلت الآية أنت توب إلى الله وسورة التحريم، أظهرت نفاق عائشة ولا ما أظهرته؟ يعني مثلا مثلا مش مثلا مثلا مش هتلف وتدور عليا، أظهرت نفاق عائشة ولا ما أظهرته؟ يا اسمعني بصراحة هجاوبك، يعني أصل راح أجاوبك يعني وحجاوبك، بس اسمعني بس هقول لك يا أستاذ، سورة التحريم أظهرت نفاق عائشة ولا لا؟ أظهرت أم لم تظهر؟ أظهرت أظهرت. إذن طالما أظهرته، طالما أظهرته، إذن عائشة أصبحت منافقة، يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه اتخاذ الحكم، فأين الحكم الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم حسب قولك أنت؟ عائشة أظهرت النفاق؟ أنا بس لك هذا السؤال، أظهرته؟ مش انت بتقول آية آية التحريم اظهرت ما في يعني جوف عائشة، اظهرت نفاق عائشة؟ يعني اسمح لي يعني هو ما هو هنعيد السؤال تاني، هنعيد السؤال تاني، هل سورة التحريم اظهرت نفاق عائشة ولا لم تظهر نفاق عائشة؟ اظهرت للنبي بس، اظهرت ازاي اظهرت؟ امال انت عرفته منين؟ سؤال، انت عرفته منين؟ بالآية مكتوب. اها، يعني انت عرفته والنبي ما ظهرش الا للنبي بس؟ طب ازاي؟ شلون؟ اي محشي في اي حله؟ امال انت عرفته منين؟ لما هو ظهر للنبي بس وما ظهرش للناس، انت عرفته منين؟ اسمح لي اسمح لي خليك، شلون تخليني، شلون تخليني اجاوب؟ انا لسه ببالي فكره شلون اوصل لك اياها. يا جماعه انتوا خلاص خلاص هتخلوني اشد في شعري، وانا لحيتي دي بيضت من شويه.
لا هو انت شعرك واقع، شو تشد بيه بعد؟ ما ابي شيء شده، بس اسمعني خليني اقول لك شغله. انت تقول الايه ظهرت الحكم للناس، يعني كانما الايه ظهرت الحكم للناس كلها، وعائشه اعترفت بهذا الشيء. عائشه ما اعترفت بهذا الشيء، ما قالت اي انا نافقت على مدي يقيم عليها الحد. هو احنا تمام يا مستنيين، حبيبي، معلش واحده واحده، اي لازم محشي برضه في اي لازم حله. انا لازم. عايز اسال سؤال بس، معلش معلش، هو الله لا عز مو وجل اي محشي في اي ينتظر، حد. معلش معلش، الله عز وجل ينتظر ان عائشه هي من تقول انا منافقه؟ هو في حد بيقول انا منافق؟ في حد في الدنيا بيقول انا اخوي منافق يظهرون النفاق، او بيعترف على نفسه بالنفاق؟ الله عز وجل النفاق ما اظهر، ينظهر اعيد اصلا، عليك السؤال تاني، اصلا الله عز النفاق وجل هو ما يظهر، اظهر. هو كلمة النفاق اصلا، اسمع لي، هي كلمة النفاق اصلا انه انت تظهر شيء وتخفي شيء، هاي اكيد ما راح يظهر ماشي، النفاق هذا نفاق الشخص. عائشة أصبح انا جاي اقول ظاهر، لك معلش معلش، بعد الآيات التحريم نفاق عائشة أصبح ظاهر ولا لأ؟ ماكو نفاق يصبح لا ظاهر حبيبي، إله هو إلا النفاق الله. مو أمال أنت ظاهر من اصلا. شوية بتقول لي ظهر، ودلوقتي مش كل النفاق أصبح ظاهر. يا اخي هو ذكر، امشي يلا، امشي يلا، امشي يلا.